احنا كل يوم خميس مشاهدينا تنضم لنا رنا الميموني زميلتنا من استديوهات ام بي سي في جده بمواضيع جديده تحاكي يعني الشارع السعودي وتستقبل ضيوفها من هناك. واليوم صبح عليها وعلى ضيفتها الكريمه. صباح الخير رنا واهلا وسهلا. صباح الخير رنا. صباح الخير اهلا وسهلا. ذكرني يا هاني لو احتجت كل يوم ما اتبرع لك. بس كل عام وانتم بخير, بخير ان شاء الله وسنه مثمره. نعم. ان شاء الله وسعيده. رنا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من استوديو جده. نعم. وسعيدين جدا بوجودكم اليوم معنا. فقرتنا اليوم عن ركوب الخيل للاطفال المصابين بطيف التوحد, وراح نتكلم عن الاثر السلوكي له على هذه الفئه الغاليه علينا جميعا مع ضيفتنا اليوم في الاستوديو الاخصائيه النفسيه والمديره التنفيذيه لمركز تنميه الفكر للاطفال بجده الدكتور دعاء الحذيفي. اهلا وسهلا فيك دكتوره في الاستوديو. نورتينا اليوم وكل عام وانتم بخير. سنه جديده ان شاء الله حلوه. يا رب سنه خير يا رب علينا كلنا. قبل ما نبدا خلونا قبل ما ندخل في التفاصيل خلونا نوري المشاهدين تقرير يعرض للمشاهدين مقتطفات من التدريب في احد اسطبلات نادي الفروسيه في جده. نرجع لكم بعد التقرير. محاولات علمية كثيرة أجريت لتوفير علاج للمصابين باضطراب طيف التوحد أتت بعضها بثمارها وإن كانت على نطاق سلوكي فقط, ولعل الفروسية العلاجية تتصدر هذه المحاولات التي أعطت بصيصة أمل للمصابين بالتوحد. أول ما بدأ في ركوب الخيل كان ركوب خيل بسموه therapeutic horse riding, يعني ركوب الخيل العلاجي للأولاد اللي عندهم إعاقات. كان يمشي مع ثلاثة, واحد يقود الحصان واثنين على الجنب. الآن صار يمشي لحاله وطبعاً ببطء. الفروسية العلاجية وإن كانت نظرية فهي جديدة نسبياً في مجال العلوم السلوكية وفي مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالأساليب العلاجية الحديثة كالعلاج بالرقص الرسم والموسيقى. الحمد لله بعد ما عبد الله بدأ يركب الخيل وكذا حسيت أنه فيها شوية هدت حركته وانضباطه إدراكه يعني للأشياء حوله. خفت كثير من الأعراض اللي كانت عنده, الأعراض السلبية لطيف التوحد مثل فرط الحركة, مثلا العصبية الزايدة أو التوتر والقلق. تساعد حركة جسم الحصان ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتباه لتطبيق تعليمات المدرب في نفس الوقت الذي يستخدم فيه جسده ليحافظ على توازنه وتحكمه في حركة الحصان والسيطرة على سرعته. كل هذا يساعد طفل التوحد على بناء مهارات تواصل وتركيز لا يمتلكها. لصباح الخير يا عرب, رنا الميموني جدة. أهلا فيكم مشاهدينا. اللي شفناه في التقرير طبعا يعتبر أعتقد أنه نشاط عائلي يمارس الأب والأم مع الطفل. تتفقين معي دكتورة أو لا؟ طبعا أكيد, لأنه أتوقع له أثره كمان بعيدا عن الجانب العلاجي له أثره على الطفل وعلى العلاقة دي في طبعا الأسرة. يكون نفسيا أنه لما بيشوف أنه في علاقة بين الأم والأب ومخصصين وقت له الطفل كثير بيتحسن. عادة إحنا رنا أول ما بنشخص الأطفال وبنبلغهم أنه هو توحد له عالمه الخاص, فيبي لهم أنه يعرفون يتعاملوا. فتخيلي لو خصصوا وقت وبدأوا يمارسوا معاه هواية هو كثير راح يحبها, في البداية راح يكون شوي صعب وخاصة أنه الأهل يخافوا يعني خيل الفكرة يعني توها ما راح يتقبلوها جديدة. مو مثل برا, يعني برا تميزوا فيها ولاحظوا تحسن كثير على الأطفال, فأكيد هذا شيء مرة كثير حلو. ممكن عشان هذه الرياضة أساسا ما هي جدا منتشرة عندنا, يعني إحنا كناس أصحاء ما إحنا ماخذين على هذه الرياضة. هي موجودة لكن الثقافة والفكر, ولو أخذوها من باب علاج للطفل راح يلاحظوا إنه فعلا بيتحسن. وهذا الشيء أنا لاحظته من خلال أطفال اللي إحنا بنعالجهم إنه كثير ترى الهوايات بالخيل وبغيره كثير بيتحسن بسرعة. يعني خلينا نعدي في مرحلة العلاج الأنشطة بصفة عامة أكيد الحركية. مثل الموسيقى وطبعا أكيد الخيل هذه كلها
لها، والأهم أن يكون مع الوالدين الأم والأب، كثير بتعطي نتائج عالية ودائما بنوصي فيها، يعني حتى لدرجة أن إحنا بنروح معهم بحيث أنه إحنا شلون بندرب الطفل، أنه يحتاج تدريب في البداية، ولابد يكون الخيل ترى متمرس عشان حتى لو كان يبكي الطفل ما بينفر منه، وبتكون هناك العلاقة بتوتر. بس حقيقي يعني شيء جدا جدا ممتاز، وأتمنى أنه هالشيء ينتشر في مراكزنا، ينتشر في العلاج، وشلون أني بعالج الطفل من خلال اللي هو أكيد اللعب، ومن خلال هالأنشطة اللي بتسقل وبتساعدنا في العلاج. طب دكتورة، هل في قبل أي تسجيل لمثل هذه النشاطات في تقييم نفسي للطفل؟ طبعا احنا في المركز ماخذين، يعني لازم ياخذ كورس في علاج بالخيل وبالفروسيه، فبنعمل تقييم خاص بالطفل انه هل يصح او لا، ولكن غالبا من المفترض انه يكون يعني نفسيا لابد يكون في تقييم حتى يعرف المدرب شلون، لانه لازم هو يكون جاهز يحتك اصلا بال نعم. ولكن في حالات اللي هي الإعاقة الحركية، وكثير ما شاء الله في يعني ناس تميزوا وقدروا أنهم يتعالجوا مع أنه هو معاق حركيا والتوحد وغيره، ولكن لابد يكون مع مختص ويكملوا في العلاج حتى لو كان في البداية، يعني يأخذوا من نوع الترفيه وفي نفس الوقت يعني مو فقط تأهيل، لا أنا ضد، لابد أن احنا ندخل أنشطة أخرى حتى يساعدهم في اللي هو علاج الطفل المصاب بالتوحد. طب بما أنها أصلاً الرياضة خشنة تعتبر ركوب الخيل، فهل في كمان فحص طبي مثلاً، خصوصاً أنه هذه الرياضة اعتمدوها أنه يعالجوا السلوك لكل ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هو بس التوحد، فبعضهم في إصابات في الرقبة في العمود الفقري، فهل في تقييم مستمر لهذا الموضوع؟ هو من المفترض إذا كان هناك مراكز مختصة بتشتغل إنها تعالج الأطفال بالفروسية، لابد يكون في كشف طبي كامل للطفل حتى لا يسبب له إعاقة أخرى. موجود في دول الخليج بيعملوا كشف طبي، وإحنا أساساً قبل ما نأخذ الطفل للعلاج في السنتر بكل هذه الفحوصات نطلبها من الأهل، لأنه هالشيء بيساعدنا حتى نعرف نتعامل مع الطفل، وحتى يعطي نتائج إيجابية وليست نتائج عكسية، بس من المفترض أن يكون في ملف طبي خاص للطفل حتى يكون عنده خبرة الأخصائي، يعني في أخصائيين ترى نفسيين ومعالجين نفسيين يكونون عندهم عشق للخيل، فبيستخدم المهنة تبعه بالهواية. نفس الشيء ممكن يكون هو فنان في الموسيقى وعنده هواية عالية في الموسيقى، وبيستخدم هالهواية في تخصصه النفسي، فكثير يعني بنرى معالجين محترفين، وهذا الشيء اللي بيفيدهم في علاج الطفل بالتوحد. طبعا أصلا الأطفال عموما يعني شغوفين ويحبون الحيوانات، سواء دلافين، القطط، الكلاب، بعض الأطفال عشان حجمها والأتاكس حقتها، بس الخيل يعتبر في مقدمة القائمة، فدائما لهم تجاوب سلوكي مع الحيوانات. بس حدثينا عن الخيل نفسها، إيش معنى الخيل بالذات؟ لأنه حقيقي إحنا الكبار شلون لما بنتعامل مع الخيل بنفهمه من عيونه ومن حواسه ومن العلاقة. الطفل لا تقبل الخيل وطيف التوحد أو طفل التوحد ما يتقبل أي شخص سريع، لما يصل لهذه المرحلة راح يتعالج بسرعة، إذن هنا بينصت للتوجيهات، بيستجيب، بيخف التوتر، بيخف القلق، بيكون هناك تفاعل مع الخيل. الخيل سهل، لو الخيل يعني فعلا تقبل الطفل، تقبل الخيل وبدأ يتدرب عليه، كثير بيكون هناك يعني لغة، لأنه فعلا التوحد لهم لغة خاصة، فبيفهموا يعني بيتعاون معاه في التدريب، وبالتالي بتلاحظ أنه بيتحسن سلوك الطفل من خلال الخيل، بيتحسن مع الآخرين، بيصير هناك استجابة عالية، بيتقبل شيء جديد، لأنه صعب التوحد أنه ما يتقبلوا، وعنده مشكلة في القوانين وما يتقبلوا أشخاص جدد، لو وصلوا لمرحلة حرز التواصل شوية مفقودة، طبعا تكون مفقودة وتكون صعبة بالبداية، لكن مع التدريب وأرقى يعني تدريب أراء اللي هو الخيل، لأنه فعلا أنت هنا وصلتي لأعلى مرحلة في العلاج، ودائما إحنا بنوصي فيها المختصين أنه بنستخدم اللي هو الخيول والحيوانات عامة. طبعا أكيد الخيل يعني شيء كثير يعني بيسقل فعلا شخصية الطفل، ويحس أنه هو متميز، شيء غير عادي بيتدرب عليه الطفل. طبعا أصلا أي قصة نجاح، خلينا نقول لأي تجربة، هي اللي تلفت نظر الباحثين في هذا الموضوع. فأنا قرأت عن الفتاة الدنماركية ليز هارلت، لو عندك تفاصيل. طبعا هو
الموضوع في النجاح هو الإصرار طبعاً. أكثر شيء لفتني في موضوع القصة هذه إنه إصرارها لما كانت تحب الخيل. لو تعرف القصة فيك تسمع. طبعاً هي أخذت جوائز ومع إنها هي مشلولة لكن أخذت جوائز في الفروسية وتميزت، وهذا فعلاً بيعطيك دافع إنه حتى لو كنت أنا عندي إعاقة أو كان عندي مشكلة وصلت لأنها بتأخذ جوائز وتميزت في فرنسا، فهذا الشيء يعني إلهام ومن المفترض إن إحنا بناخذه وما نحبط الأطفال صحيح. مو حتى إنه عنده مشكلة، بالعكس أنا بخبرتي في مجالي تقريبا 15 سنة رأيت أطفال سعوديين وصلوا لمراحل عالية مع أنهم هم شخص توحد وأطفال توحد وعولجوا صحيح. من التوحد ببداية كل حاجة ببطولات أخذوا بطولات في الفروسية نعم. وهذا الشيء أكيد يعني مثل القصة تبع لي صحيح. مشكورة دكتورة، سعدتينا جدا بوجودك اليوم معنا، الوقت ما يسعفنا ولكن في تفاصيل كثير الواحد يطمح انه يقرأ عنها ولو في المستقبل. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة ونلتقي ان شاء الله الخميس المقبل. شكرا لكم. شكرا لضيف ضيفتك الكريمة، وحلو هذه التجربة وان شاء الله تكون امل كثير من الناس اللي يعانون من التوحد او طيف التوحد. صحيحاني.